تواصل الانتخابات الأمريكية حبس أنفاس العالم بعد أن طال انتظار نتائجها أكثر من المتوقع، واستمرار عد الأصوات في عدد من الولايات وقرار بعض المحاكم إعادة العد في ولايات أخرى بعد منافسة شرسة بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب وتقارب الأصوات بينهما في بعض الولايات التي ستكون حاسمة لتحديد الفائز. وبينما يتعامل بايدن بثقة في الانتصار، فإن حالة من الارتباك والتخبط والوعيد ورفض الإقرار بالهزيمة تسود أوساط ترامب. وكعادته يتعامل ترامب مع الانتخابات بشكل غير مسبوق، بداية من خروجه في البيت الأبيض ليتهم النظام الانتخابي لبلاده بالتزوير والفساد ورفضه الاعتراف بتقدم بايدن وصولا لوعيده بالدخول في معركة قانونية، وسط أنباء عن انسحابات في صفوف حملة ترامب وتبرم الحزب الجمهوري من سلوك ترامب غير المسبوق والمسيء للديمقراطية الأمريكية، بل إن البعض عبر عن تخوفه من وصول البلاد لسيناريو رفض دونالد ترامب تسليم السلطة حتى وإن أعلن رسمي أو أعلن رسميا عن خسارته. نتابع التقرير. حالة من الغليان تخيم على الأجواء في الولايات المتحدة مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من حسم المعركة الانتخابية لصالحه، وذلك بعد تقدمه مؤخرا على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا ليضع قدما في البيت الأبيض في انتظار إعلان النتائج النهائية التي قد تتأخر في ظل التوترات التي تلقي بظلالها على المشهد الانتخابي في البلاد. وفي ظل استمرار عمليات الفرز في بعض الولايات الحاسمة، أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه الاستباقي، وهو ما أثار غضب منافسه دونالد ترامب الذي رفض الإعلان واتهم النظام الانتخابي بالفاسد والقائمين عليه بالتزوير، متوعدا باللجوء إلى القضاء، وهي الخطوة التي يراها مراقبون أنها قد تمنح ترامب بعضا من الوقت لتجهيز قائمة تبريرات يفسر بها فشله في الفوز بالانتخابات رغم الصلاحيات الممنوحة له، إلا أنها لن يكون لها تأثير جوهري في حسم المعركة التي تسير لصالح منافسه الديمقراطي. وفي سياق التصعيد المتبادل بين بايدن وترامب، تظاهر أنصار بايدن في عدة ولايات أبرزها نيويورك وأوهايو وشيكاغو للمطالبة بفرز جميع الأصوات الانتخابية، منددين بدعوات ترامب وحملاته بوقف عمليات الفرز واحتساب الأصوات الحالية. وفي المقابل، خرج أنصار الرئيس ترامب في ميتشيغان للمطالبة بوقف عد أصوات الولاية استجابة لمطالب مرشحهم. يأتي ذلك في الوقت الذي يحبس فيه الملايين من الأمريكيين أنفاسهم في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة. وبعيدا عن النتائج النهائية للمعركة الانتخابية التي حشد فيها كل طرف كافة أوراق الضغط الممكنة لتحقيق الفوز، فإن المخاوف من خروج الوضع عن السيطرة تتصاعد ساعة تلو الأخرى، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من نشوب مواجهات عنيفة بين الطرفين في حال خسارة أي طرف، لا سيما وأن كليهما ينظر إلى هذا الماراثون الانتخابي على أنه مسألة حياة أو موت. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب دكتور حميد الكفاية الكاتب والأكاديمي ينضم إلي من لندن، كما أرحب بالسيد مصعب خلف الكاتب والباحث في الشأن الأمريكي ينضم إلي من واشنطن. لو بدأت معك سيد مصعب خلف، ترامب أعلن، لنبدأ من الخبر العاجل قبل قليل، ترامب أعلن عبر تويتر قبل قليل بأنه فاز في هذه الانتخابات وبفارق كبير، على ما يعتمد؟ هو لا يعتمد على أي دليل مادي وملموس، وللإضافة على ذلك موقع تويتر قام بتعليق تحت هذه التغريدة وذكر أنه السباق الانتخابي لم يتم حسمه إلى الآن، وما تزال هناك عدد كبير من الأصوات لم يتم فرزه إلى الآن في عدة ولايات متأرجحة ما بين جو بايدن و ودونالد ترامب، ولهذا السبب قام تويتر بالتعليق على تغريدة دونالد ترامب. لكن كما ذكرت، هي انتخابات لا تقليدية بامتياز، وذلك بسبب حدوث هذه الانتخابات خلال أزمة الكورونا، وبنفس الوقت لنوعية المرشحين ولتاريخهم السياسي، وتحديدا دونالد ترامب
والذي اعتمد على هذه الأساليب اللاتقليدية في إدارة حملته الانتخابية. طيب، نعم. لو أردنا إعادة رسم المشهد لكي نفهم أكثر، ما هي الولايات التي لم تحسم بعد حتى الآن؟ للآن هنالك 4 ولايات أساسية لم تحسم حتى الآن، وهي ولايات جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وأريزونا، لكن وطبعا الولايات تختلف فيما بينها في طريقة عد الأصوات. هذه السنة وبسبب أزمة الكورونا عدد كبير من المصوتين اختار التصويت عبر البريد للحفاظ على أكبر قدر من الأمان والتباعد، ولهذا السبب الولايات تباينت فيما بينها بطريقة عد الأصوات، فبعض من الولايات قامت بعد الأصوات للمصوتين بشكل شخصي بداية، مثل ولايات نيفادا وبنسلفانيا وجورجيا، وولايات أخرى مثل ولاية أوهايو بدأت بعد الأصوات البريدية ومن ثم انتقلت لعد الأصوات التي صوتت يوم الانتخاب. كثير من المعلقين والمتابعين توقعوا هذه الظاهرة وأسموها بظاهرة السراب الأحمر، وتوقعوا أنه في عدد كبير من الولايات سيتم التركيز بداية على فرز الأصوات التي أتت عن طريق التصويت الشخصي ومن ثم الانتقال للتصويت لفرز الأصوات البريدية، وهذا سينتج عنه تقدم مبدئي لدونالد ترامب، ومن ثم يعني خلال فرز الأصوات البريدية سيتقلص هذا الفارق، وهذا ما رأيناه. يعني احنا بنحكي يوم الأربعاء صباحا، صبيحة ما بعد يوم الانتخاب، كان تقدم دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا ما يقارب 600,000 صوت، والآن في هذه اللحظة بعد يومين من عد الأصوات البريدية جو بايدن يتقدم الآن بحوالي 28,000 صوت على دونالد ترامب. طيب، سأعود إليك سيد مصعب. دكتور حميد الكفائي، يعني ما سبب تأخر يعني الحسم أو عد الأصوات في هذه الولايات الأربع تحديدا؟ هل هذا معتاد؟ لا، هو غير معتاد، لأنه هناك الآن جائحة كورونا، والديمقراطيون نصحوا أتباعهم وأنصارهم ونصحوا الناخب الأمريكي بشكل عام بأن يصوت عبر البريد، لأن هذا أسلم له. وهناك في الحقيقة 5 ولايات وليس 4. الأستاذ نسي نورث كارولينا، وهذه غير محسومة أيضا، ولكنها يبدو أنها تتجه باتجاه ترامب نورث كارولينا. ولكن الولايات الأربع الأخرى كلها يتقدم بها جو بايدن. ولكن هناك ولايات حسمت منذ اليوم الأول ربما أو اليوم الثاني. لماذا تحديدا هذه الولايات تأخرت في حين أن الولايات الأخرى حسمت مبكرا؟ هذه الولايات لأن فيها مراكز سكانية كبيرة، ولأن فيها ثقل ديمقراطي، تصويت ديمقراطي عالي، والديمقراطيون مثل ما قلت نصحوا الناخبين بأن يصوتوا عبر البريد بسبب جائحة كورونا. وهناك بالتأكيد عقبات في عملية العد والفرز في هذه الولايات، وبالمناسبة هذه الولايات يحكمها جمهوريون باستثناء ولاية بنسلفانيا التي يحكمها الديمقراطيون. إذن لا يستطيع ترامب أو الحزب الجمهوري أن يتهم الولاية أو إدارة الولاية أو الإدارة الانتخابية في الولاية بأنها خالفت القواعد والضوابط، لأنها إدارات جمهورية، وحتى الإدارات الجمهورية تقول أن كل شيء يسير وفق الضوابط، وهذا هو المعهود. بالحقيقة اتهامات ترامب بأن هناك تزوير هي غريبة جدا ولم تحصل في تاريخ الولايات المتحدة. طيب، سيد مصعب، في قضية التزوير، لماذا يعترض ترامب ويصر على الاعتراض على الأصوات عبر البريد؟ ما المشكلة في ذلك؟ بداية إذا نرجع شوي ونعطي شوي جزء من الخلفية، خلفية المشكلة الحاصلة حاليا، نرجع لبداية أزمة الكورونا. مع بداية الأزمة كثير من المتابعين شافوا أنه في حاجة كبيرة للتصويت عن طريق البريد بسبب الوضع الصحي الراهن، فلذلك هذا الشيء أقلق حملة ترامب الانتخابية، لأنه بيزيد من نسبة التصويت،
ومن مصلحة الجمهوريين الانتخابية دائما في أي انتخابات تقليل نسبة التصويت لمعرفتهم التامة بأن قاعدتهم الجماهيرية ستصوت مهما كان الثمن، بينما القواعد الأخرى قد يكون لها حسابات مختلفة. فلذلك منذ اليوم الأول حاولوا بشتى الطرق تقليل نسبة أو إحباط أو تثبيط نسبة الناس أو المصوتين الذين سيستخدمون التصويت عبر البريد، وهذه المحاولات وهذه الجهود كانت عن طريق تقليل الدعم والتمويل لمؤسسة البريد الأمريكية في محاولة لتأخير تسليم البريد. إذا انتقلنا للانتخابات وهذا الأسبوع والسباق الانتخابي، نجد أنه في مشكلتين أساسيات في نظرية ترامب ما بعد الانتخابات، وهي جزء منها عبارة عن نظرية مبنية على نظريات مؤامرة وادعاءات بدون أي دليل، وجزء آخر مبني على اعتبار أي صوت وصل متأخرا بعد الساعة 8 يوم الثلاثاء 3 نوفمبر على أنه صوت لا قانوني، وهذا طبعا حدث بسبب نقص التمويل وتقليل التمويل اللي ذكرته لمؤسسة البريد، بحيث أن العمليات قلت، وبسبب هذا الشيء تقليل العمليات سبب تأخير في وصول عدد من الأصوات. نعم بالضبط، اللي وصلت لمؤسسة البريد لكنها لم تصل إلى صناديق الاقتراع بسبب هذا البطء اللي تسببت فيه إدارة ترامب بشكل أساسي. وهاي المعضلة هي المعضلة الأساسية. أنا بتخيل معضلة التزوير وأنه في تلاعب، هذه لن تقف ولن تستقيم بأي شكل من الأشكال أمام أي محكمة من المحاكم. وحاول دونالد ترامب وحملته ادعاء مثل هذه الادعاءات في ولاية بنسلفانيا وفشلوا، ولكن العضو الكونغرس لينسي جراهام قال بأن هناك أموات صوتوا وبأن هناك أشخاص لا يحصلون أو لا يملكون إقامة شرعية في الولايات المتحدة أيضا صوتوا. نعم، وكثير من وهذا كلام طبعا غير صحيح وغير مثبت، وكثير من المقربين من دونالد ترامب مثل أولاده ومحامي الشخصي رودي جولياني عمالهم بيكرروا مثل هذه الادعاءات الباطلة. وحتى نكون احنا واضحين، كل ولاية من الولايات في عندها سيستم أو نظام معين اسمه البروفيجنال بالتس، وهدول هم هاي الأصوات هي مجموعة من الأصوات التي فيها عبارة عن شك أو خلل معين، ويتم جمع هذه الأصوات في بوتقة واحدة ويتم النظر لإلها بشكل دقيق جدا ومفصل لضحض أي اتهام. لكن كما ذكرت، النقطة الأساسية التي سيسعى دونالد ترامب للذهاب للمحكمة العليا الأمريكية ضد بعض من الولايات مثل ولايتي نيفادا وجورجيا عفوا وبنسلفانيا، هي عد الأصوات التي وصلت متأخرا ما بعد الساعة 8. طيب، من يوم الثلاثاء. هناك يعني هذه ربما إشكالية في القضاء الأمريكي الآن دكتور حميد الكفائي، هناك أحكام قضائية صدرت بإعادة عد الأصوات أصوات عبر البريد، وهناك أحكام في بعض الولايات صدرت بعدم إعادة العد. لماذا هذا التباين؟ التباين هو أن كل ولاية أمريكية لها قانون مختلف ولها ضوابط انتخابية مختلفة. حتى النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية هو مختلف من ولاية إلى أخرى. مثلا ولايتان نبراسكا ومين يتبعان نظام التمثيل النسبي، وهناك بعض أجزاء الولايات صوتت للحزب الديمقراطي والبعض الآخر للحزب الجمهوري. في ولايات أخرى الأمر مختلف، أن الولاية كلها يجب أن تصوت لهذا الحزب أو ذاك، يعني الفائز يأخذ كل الأصوات. فهناك تفاوت، وهناك ولايات ديمقراطية وولايات جمهورية، فهناك تفاوت وهذا معروف يعني في الولايات المتحدة. ولكن أنت ذكرت فيما يخص اتهام تصويت الأموات، وهذا حصل في تكساس حسب الإدعاء تكساس، وتكساس هي ولاية جمهورية، فإن حصل فهو لصالح ترامب، وهذا الإدعاء يعني يضر ترامب أكثر مما يضر الديمقراطيين، وهو غير صحيح في الحقيقة، لأن الناس والمؤسسة الديمقراطية الأمريكية مؤسسة راسخة، ومن الصعب جدا حصول أي تزوير، والقضاء مفتوح، بإمكان ترامب أن يذهب إلى القضاء، وسوف يفعل خصوصا في بنسلفانيا التي يديرها الديمقراطيون.
ولكن هذه كلها محاولات غير مجدية، وأعتقد أن بايدن سوف يعلن رئيسا للولايات المتحدة الليلة أو صباح غد. طيب سيد مصعب، ترامب قال بأنه سيذهب بالمعركة القضائية حتى النهاية، وهذا بالمناسبة يتناقض مع إعلانه قبل قليل بأنه فاز في هذه الانتخابات، ولكن على كل حال هل يريد ترامب الذهاب في هذه المعركة، وهل أجل هذه المعركة مفتوح أم له توقيت محدد حينها يجب أن تحسم الأمور؟ لا يستطيع أن يأخذ المسألة إلى مديات أبعد من يوم 20 يناير المقبل، وهذا هو موعد أداء اليمين الدستوري للرئيس الجديد. بإمكانه أن يذهب إلى المحاكم، ولكن هناك مواعيد مثبتة، مثلا ممثلو الشعب الذين انتخبوا من قبل الولايات المختلفة سوف يجتمعون في يوم 14 ديسمبر للتصويت للرئيس المقبل، ولكن بإمكانه، يعني هذه القضايا سوف تحسم خلال قبل موعد أداء اليمين الدستوري، وهي بالإمكان حسمها بسرعة، لأنه لا يوجد دليل على الإطلاق. حتى الآن لم يبرز الجمهوريون أي دليل، في الحقيقة حتى الجمهوريين لم يدعموا ويؤيدوا مزاعم ترامب. الحزب الجمهوري صامت، قلة قليلة من قياداته تخرج وتؤيد ترامب، ولكن أعتقد أن الجمهوريين سوف يقفون مع المؤسسة الأمريكية. ولاحظنا في هذه الانتخابات أن الجماهير، أن الناخبين صوتوا للحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس، لكنهم لم يصوتوا للرئيس، ما يعني أن هناك رفضاً واسعاً لرئاسة ترامب بين الناخبين الأمريكيين. وهنا ونسبة الإقبال على التصويت هي نسبة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي الحديث، من الجانبين، من الجانب الديمقراطي والجانب الجمهوري. عدد الناخبين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع والذين صوتوا عبر البريد هو عدد قياسي حتى الآن. طيب سيد مصعب خلف، يعني في هذا الجدل بين المحاكم في كل ولاية، متى يمكن أن تتدخل المحكمة العليا في النتيجة النهائية وفي هذه المعركة القضائية التي تحدث عنها ترامب؟ وهذه المحكمة على ما يبدو أنها النسبة الأكبر فيها هم من المحافظين أو الجمهوريين. صحيح. إذا بتسمح لي بس أعلق على بعض من النقاط التي أثيرت بخصوص موضوع إعادة العد. بداية، معظم الولايات الأمريكية عندها قانون لإعادة العد الأوتوماتيكي إذا كانت نسبة أو الفارق ما بين المرشحين أقل من 0.5%، وهذا الشيء بنشوفه حاليا في ولاية جورجيا بشكل أساسي، والتي هي يرجح بشكل جدا كبير أنه يتم إعادة العد فيها، لأنه نسبة الأصوات حاليا 49.4 لجو بايدن و 49.3 لدونالد ترامب، مع 99% من الأصوات التي تم فرزها. فهذا شيء متوقع في ولاية جورجيا بنسبة كبيرة، لكن حاليا جو بايدن يقوم بتوسيع الفارق بينه وبين دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، ويقف الفارق في هذه اللحظة 49.6 لجو بايدن مقابل 49.1 لدونالد ترامب، بمعنى أنه نصف بالمئة تماماً. فإذا استمر تقدم جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، ممكن أن لا نحصل على إعادة عد أوتوماتيكي في ولاية بنسلفانيا. قد يكون وارد أن حملة ترامب الانتخابية تطلب من الولايات إعادة العد، لكن يجب أن تقدم جدال أو نظرية سبباً مقنعاً حتى تقنع هذه الولاية باستثمار الموارد البشرية والموارد المالية لإعادة التصويت، وهي عملية مرهقة جدا. بخصوص موضوع فترة الحسم القضائي، أنا بدي أعيد وأكد على الكلام اللي حكاه دكتور حميد، أنه خلال الفترة من الآن إلى ما قبل 20 يناير، هي وهو يوم اليمين الدستوري، يجب أن يتم حسم هذه الأمور.
وكذلك بخصوص موضوع الحزب الجمهوري، أنا لا أتوقع أنه الحزب الجمهوري جميعا يتصرف بطريقة واحدة، من المتوقع أن يكون هناك في انفصال وانقسام داخل الحزب الجمهوري، وهذا سببه أمر يعني كبير، وهو أن دونالد ترامب ما يزال يتمتع بسلطة وقوة كبيرة في الحزب الجمهوري، وحصل على ما يزيد عن 70 مليون صوت في هذه الانتخابات، وما يزال له تأثير وحضور في هذا الحزب. فكثير من السياسيين الجمهوريين ستكون لهم حسابات يعني مفصلة ودقيقة، بحيث أنهم يقفوا خلف الرئيس وقائد الحزب الجمهوري إلى النهاية، أم يقفوا مع المؤسسة الأمريكية. فبتخيل التفاؤل بأن جميع يعني سياسيين الحزب الجمهوري سيقفون مع المؤسسة الأمريكية، أنا غير متأكد للأمانة من هذه النظرية. أخيرا بخصوص موضوع المحكمة العليا الأمريكية، من المهم، وكما ذكرت أخي زياد، أنه الأغلبية في المحكمة العليا الأمريكية هي للمحافظين، واللي وثلاثة من الذين تم تعيينهم، قام ترامب بتعيينهم مؤخرا في المحكمة العليا الأمريكية، آخرهم كانت إيمي كوني باريت اللي تم تعيينها واعتمادها خلال الشهر الماضي. هم سيقوموا بعرض النظرية التالية المحكمة العليا الأمريكية، ومفاد هذه النظرية أنه الأصوات التي وصلت ما بعد الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء هي أصوات لا قانونية، ولا يجب عدها واحتسابها في مجموع الأصوات. ولكن حملة ترامب تواجه معضلة كبيرة في هذه النظرية، وهي أنه أنصار ترامب خرجوا في ولاية أريزونا وتظاهروا أمام محطات الفرز ومواقع الفرز لعد ولدعم عد جميع الأصوات، بسبب تقليص ترامب للفارق وإمكانية قلبه لهذه الولاية وأخذ الصدارة في ولاية أريزونا. وفي نفس الوقت هؤلاء المتظاهرين كانوا في ولاية بنسلفانيا وفي جورجيا يطالبون عمال الفرز بالتوقف عن الفرز بدعاوى أن هذه الأصوات غير قانونية. فلذلك هذه النظرية عندما يتم تقديمها إلى المحكمة العليا الأمريكية لن تصمد بشكل قوي جدا لوجود هذه الثغرات، وهذا من سوء حظ حملة ترامب الانتخابية أن الأمور صارت بهذه الطريقة. طيب أخيرا وباختصار لو سمحت دكتور حميد، ترامب شكك وما زال يشكك بنزاهة هذه الانتخابات وب الديمقراطية إذا صح التعبير برمتها بالنظام الانتخابي في الولايات المتحدة، ويتهمه بالفساد. ما هي انعكاسات هذه الاتهامات على مستقبل الولايات المتحدة بصورتها الديمقراطية؟ ابتداء أستاذ زياد، الآن أعلن أن جو بايدن أصبح انتخب رئيسا للولايات المتحدة، الآن أمامي هذا الخبر. في الحقيقة اتهامات ترامب تضعف المؤسسة الديمقراطية الأمريكية، وتجعل شريحة كبيرة من الناخبين الأمريكيين ومن الشعب الأمريكي يشكك بمصداقية هذه المؤسسة، وهذه الاتهامات غير مسبوقة. المعروف في البلدان الديمقراطية أن الخاسر يقبل الخسارة ويهنئ الفائز. ترامب للأسف من نوع خاص من السياسيين، وهو لا ينتمي في الحقيقة إلى العالم الغربي، ينتمي إلى بلدان العالم الثالث. هو متمسك بالسلطة، وهو لا تهمه أمريكا ولا تهمه المؤسسة الديمقراطية ولا الديمقراطية ولا الشعب الأمريكي. يبدو أن الذي يهمه هو البقاء في البيت الأبيض، ولكن هذا غير ممكن. الشعب الأمريكي رفضه رفضا قاطعا، ولأول مرة في التاريخ يحصل مرشح في الرئاسة الأمريكية على 75 مليون صوت، وهو جو بايدن. هذا تصويت تاريخي لم يسبق، غير مسبوق. أعتقد أن مثل ما تفضل ضيفكم الأستاذ خلف، أعتقد أن المؤسسة الأمريكية وأن الحزب الجمهوري سوف يقفون مع المؤسسة الأمريكية ومع النظام الأمريكي، وليس مع رئيس لم يعد مقبولا لا دوليا ولا أمريكيا. فهو انتهى، فترته انتهت، وهي فترة مضطربة، فترة اتسمت
بعدم الاستقرار نعم. وبالعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وحلفائها. الآن هناك عصر جديد في الولايات المتحدة. شكرا لك دكتور حميد الكفاية الكاتب والأكاديمي، كنت معي عبر سكايب من لندن. كما أشكر سيد مصعب خلف الكاتب والباحث في الشأن الأمريكي، كان معي عبر سكايب من واشنطن. في خبر عاجل مشاهدينا الآن، شبكة CNN والBBC أيضا تعلنان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.